Aí é uma. مساء الخير عليكم. النهارده ان شاء الله هناخد الريفيجن الاخيره قبل مراجعه ليله الامتحان. اخترت لكم محافظتين من المحافظات اللي بيجي فيها امتحانات الماس تقيله شويه، بحيث يبقى برضو بنشوف الاسئله التقيله شكلها ايه. انا كده حليت مع جروب موديل 1، حليت معاكم موديل 2، وحليت معاكم بعد كده كمان شوية مسائل في الجيومتري، وحليت مع جروب 1 الكايرو والجيزة. القاهرة والجيزة كانوا شوية مش صعبين قوي، متوسطين. والنهاردة نقيت امتحانين شوية تقال علشان نبقى شايفين كل المستويات اللي ممكن كان بيجي بيها الامتحانات السنتين اللي فاتوا. الامتحانات حسب، في مدارس هتحط الامتحانات وفي مدارس الامتحانات هتجيلها من الإدارة يعني. فكل واحد حسب مدرسته بقى. المدرسة لو هي اللي بتحط، طبعا الامتحانات اللي بتيجي من الإدارات بتبقى أسهل شوية من الامتحانات اللي بتيجي من المدارس. تعالوا نبدأ كده، يلا السؤال الأولاني ونشوف. أول واحدة كارول جوزيف، يلا يا كارول. معاك يا مستر. بيقول لي ده 2k minus 1 و 2 و 3 و k plus 1 equal 2k power 2 plus 1. عايزين نجيب ال k بكام؟ اعمل ايه؟ طيب اول حاجه هنعمل يعني نعملها نحلها الاول، نفك الديترمينانت. تمام، نعمل ده تايمز ده وده تايمز ده. 2k minus 1 k plus 1 minus 6 minus 6 equals 2k power 2 plus 1، صح كده؟ principal minus the second equal الكلام ده. يلا تعالي نفك. تمام، 2k times k تبقى 2k power 2 2k power 2 2k times 1 plus 2k 2k minus k negative k minus 1 minus 1 minus 6 equals 2k power 2 plus 1. حد هنا عندك مشكلة؟ لا. ال 2k power 2 وال 2k power 2 طالوا. تمام؟ 2k minus وال minus 1 وال plus 1. لا، ال minus 1 وال plus 1 ما بيطيروش، ال minus 1 وال plus 1 يطيروا لو في ناحية واحدة. صح. هنا في ناحيتين مختلفة. تعال نجمع 2k minus k بكام؟ تبقى واحدة k بس. k بس. minus 1 minus 6 بنيجاتيف 7 negative 7 equals 1. تعالي ماشي ده الناحية التانية، يبقى ال k equal 8. ال k equals 8. يا ريت ألاقي الناس كلها بتجاوب في الشات علشان أشوف إنكم صحصحين. يبقى ال k equals 8. ميرسي. السؤال اللي بعده كارل ناصر. أيوه. A negative 1 و 4 و negative 2 و 3 و A
equals a power negative 1b. عايز اجيب البي، اجيب البي ازاي؟ احنا لو ودينا ال1 الناحية التانية تبقى نشيل ال power 1. يعني يعني a times a equals b. لو انا وديت ده الناحية التانية يا مستر، ده قريب يروح بعيد ويروح بالمالتيبليكيتيف انفرس، يبقى a negative 1 negative 1 times a يديني b. تمام، احنا مشينا ده، اي حد بيمشي القريب يروح بعيد، اللازق في الايكوال يروح بعد الايكوال. طيب a minus 1 minus 1 تديكي ايه؟ نعم a minus 1 minus 1 تديكي ايه؟ 1. اديني a يعني. A times A ب A power 2. يبقى A power 2 B. يبقى أنا عشان أجيب ال B محتاج أعمل A power 2. تمام؟ يبقى عشان أجيب ال B أعمل A power 2. أعمل A power 2 يعني أمسك ال A وأوزع عليها power، ولا أعملها إزاي؟ أعملها مرتين يعني. مرتين. Times بعض. Times بعض. يبقى negative 1 و 4 و negative 2 و 3. طيب يلا نمسك الصف الاولاني، الرقمين دول في العمود الاولاني، الرقمين دول عشان اطلع اول رقم. نيجاتيف 7 اول واحده، اول واحده هتبقى تاني، معلش نيجاتيف 7 تبقى نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 1 بلس 4 تايمز نيجاتيف 2 هتبقى نيجاتيف 7. تمام، وبعد كده دوت في دوت بقيت بقيت، بعد كده دوت في دوت النيجاتيف 4، وبعد كده الاثنين دول في الاثنين دول 1. تطلع تطلع كده، نشوف الاختيارات بي تبقى دي. تمام اوكي، حاولوا تقعدوا في مكان هادي عشان اعرف اسمعكم يا شباب، لان انا كل ما حد بيفتح فيكم المايك لحد دلوقتي بيبقى الدنيا شويه دوشه. مونيكا بيقول لي the ratio that x axis divides BA where A equals 3.2 و B equals 5.6 equals كام أو equals A؟ ماشي، يبقى هنكتب R و R فيها equal. R equals M1 M1 bracket 5 و 6 R1 plus M2 M2 R2 R2 على M1 plus M2. طيب أنا سبت ده عشان أكتب فوق مين الـ R ومين الـ R1 ومين الـ R2 وليه؟ يعني مين الـ R ومين الـ R1 ومين الـ R2 وليه؟ تمام، الـ R1 هتبقى الـ B، R1 هي الـ B لأن هو هنا بادي من عند نقطة B. نقطة B هي بداية التقسيم، يبقى R1 دي 5.6. طيب R2 إيه؟ اللي هي 3 و 2. تمام. طيب R نفسها هتبقى X و 0. لازم أكتب إن هي X و 0، ليه؟ لأنها موجودة على الـ X أكسس فمالهاش Y. تمام؟ طيب. تمام. نبتدي نعوض بقى بالكلام ده، يبقى X و 0 equals M1 M1 bracket 5 و 6 5 و 6 plus M2 M2 bracket 3.2 3.2 على M1 plus M2 M1 plus M2. القصة كلها ان انا عايز افك القصة دي واحولها لordered pair علشان اقول ان الx equal الكلام دوت وال0 equal الكلام التاني، وطالما ال0 equal هو ده اللي هيحل لي القصة، فاحنا نقعد نلعب مع دي نصفيها لحد ما تتحول لordered pair. ادي اكس و زيرو مالناش دعوه بيه. يلا تمام. 5 ام 5 ام 1 كوما 6 ام 1 كوما 6 ام 1 بلس بلس 3 ام 2 3 ام 2 كوما 2 ام 2 2 ام 2. الناس تكملت معايا في الشات، الناس وقفت. ام 1 بلس ام 2، نجمع اللي قبل الكومات مع بعض واللي بعد الكومات مع بعض. x, 0 ها 5 m1 5 m1
plus 3m2 plus 3m2 بعدها نقفل bracket كوما عشان نقفل حاجة لسه. اوكي تمام 6m1 plus ناخد 2 ناخد اللي قبل الكومات واللي بعد الكومات، ناخد الاكسات والوايات plus 2m2 على m1 plus m2 على m1 plus m2. طيب يلا كده x, x, 0 ناخد اللي قبل الكومة 5m1 plus 3m2 على m1 plus m2 بعد كده كومة اللي بعد الكومة m1 plus 2m2 m1 plus 2m2 على equals m1 plus m2. فهناخد بقى الجزء التاني ونعمله ايكوال. هنلعب مع الزيرو لان الزيرو هي ايه باينه، يبقى 6m1 plus 2m2 على m1 plus m2 equals 0 والزيرو دي على 0 على 1. طيب فهنعمل كروس مالتيبليكيشن فالجزء اللي تحت هيروح كله. لما نعمل كروس مالتيبليكيشن هنوصل ان 6m1 equals plus 2m2 equals 0 ها. فهنودي ال positive 2m2 ناحية تانية بالنيجاتيف، يبقى 6m1 equals negative 2m2. لما يقول الريشيو في السؤال الريشيو دوت دايما بعمل m2 على m1. طيب equal negative 6 over 2 m2 over m1 negative 6 over 2. اعملها simplify كده. هنعمل ماشي سنة هتبقى بالنيجاتيف 3 over 1 تبقى نيجاتيف 3 اوفر 1. ايه معنى النيجاتيف؟ لما الريشيو تطلع بالنيجاتيف اكسترنالي يبقى الريشيو اكسترنالي 3 تو 1، يبقى اكسترنالي 3 تو 1 اللي هي دي. دي هيا يا جويس ميرسي يا مونا. انا خليتها بالنيجاتيف ليه عملتها نيجاتيف 6؟ هو انا ما خليتهاش، هي اللي طلعت لوحدها، هي بالبلس وانا عايز اجيب ام 1 لوحدها وام 2 لوحدها فدي طلعت الناحيه الثانيه، لما تطلع تطلع بالنيجاتيف. تمام. بس فهي اللي طلعت لوحدها بالنيجاتيف يعني. لو كانت هنا بالماينس كانت طلعت بالبوستيف. تمام شكرا. العب. ايوه يا إلن. وانا عملتها اكسترنال اكسترنالي على طول عشان هي مكتوب فوق اكسترنال، يعني مش مكتوب فوق اكسترنال بس انا عرفتها يعني من الاي بي بره يعني ري. فين الري ده فيكتور؟ تمام. مفيش كلمة externally ولا internally لأن ده مش ري، ده علامة الفيكتور. الفيكتور ده بتاعت الترتيب اللي هو بيقول لك ابتدي من عند بي وبعد كده ايه؟ مفيش ري خالص في القصة. أنا شفتها ري ماشي. ماشي فخدي بالك في فرق ما بين الري والفيكتور. الفيكتور ده بتاع الترتيب. تمام؟ اوكي. طيب. السؤال ده سؤال صعب شوية. احنا قلنا أنا متفق معاكم إن الامتحان من أوله لازم نبقى عارفين ان هو شويه صعب. هل هيجي امتحاننا كده؟ لا مش شرط، بس انا لازم امرنك على الصعب والسهل. فمعلش اسمحوا لي انا اجاوب. 7 بلس 5 ساين سكوير ثيتا، طبعا اللي يعرف يحل يحل. ماينس كوزين سكوير ثيتا على 3 ساين سكوير ثيتا بلس 2 كوزين سكوير ثيتا ماينس 1 ايكوال كام؟ ويديني في الاختيارات اختيارات كتير ومن ضمنهم 6 والمفروض ان انا اطلع الاجابه ب 6 فعلا. طيب. اعمل ايه؟ دول مختلفين. ومش تراينوميال واللي تحت مختلفين ومش تراينوميال، اصل عشان يبقى تراينوميال شوف انا بفكر علشان يبقى تراينوميال لازم يكونوا حاجه واحده، يعني كلها اكسات كلها وايات كلها ساينات كلها كوزينات. فكده انا قدامي حاجه من الاثنين، يشيل كل الكوزينات في المساله واخليها ساينات، يشيل كل الساينات في المساله واخليها كوزينات. طب دي ساين سكوير وكوزين سكوير ايه العلاقه بينهم؟ العلاقه بينهم الجولدن رول اللي هي بيقول ان الكوزين باور 2 ثيتا بلس الساين باور 2 ثيتا ايكوالز 1. وليكن انا يعني قررت ان انا اخلي الساين وامشي الكوزين، يبقى علشان امشي اي كوزين هخليها 1 ماينس ساين سكوير ثيتا، ده التفكير بتاعي. يبقى اي كوزين سكوير في المساله انا هبدلها هخليها 1 ماينس ساين سكوير. طيب تعالى نكتب بقى المساله بشويش. ادي 7 وادي 5 ساين باور 2 ثيتا وادي ماينس، هشيل الكوزين واحط مكانها 1 ماينس ساين سكوير ثيتا. ليه؟ هدف الماس بيقلل المتغيرات، ف
فانا هقلل بدل ما يبقى عندي كوزين وساين هتبقى حاجه واحده. وادي 3 وادي ساين سكوير ثيتا وادي 2 وهشيل الكوزين واحط 1 ماينس ساين سكوير ثيتا وما انساش احط ان في بره ماينس 1. الخطوه اللي بعد كده هبتدي افك الباكتس اللي انا حطيته. 7 5 ساين سكوير ثيتا ماينس 1 الماينس دخلت على ال 1 ماينس ماينس بقت بلس ساين سكوير ثيتا. تحت 3 ساين سكوير ثيتا دخل ال 2 يبقى بلس 2 دخل ال 2 بقت ماينس 2 ساين سكوير ثيتا وفي ماينس 1 بره. جمع اللايك تيرمز 5 ساين ثيتا و1 ساين ثيتا يديني 6 ساين ثيتا او 6 ساين سكوير ثيتا. 7 ماينس 1 7 ماينس 1 ب 6. 3 ساين سكوير ثيتا ماينس 2 ساين سكوير ثيتا ب ساين سكوير ثيتا 3 ماينس 2 ب 1. طب 2 ماينس 1 2 ماينس 1 ب 1. واضح ان في فوق كومن فاكتور اللي هو 6. فهيتبقى لي ساين سكوير ثيتا بلس 1 وتحت ساين سكوير ثيتا بلس 1 هنشطب ده مع ده يتبقى 6 هختارها او اللي هي هنا بروف يبقى الرايت هاند سايد. فكره المساله كلها ان انا ما خفتش من منظري. ايه علاقه ال 7 بال 5 بالماينس؟ ما عنديش. طب يا عم مش مشكله. قلل الدنيا عليك. يبقى الفكره بتاعت المساله دي يخلي كل الساينات سكوير اخليها كوزينات يا اما اخلي كل الكوزينات ساينات سكوير. هي دي فكره المساله. يبقى المساله دي مش صعبه لكن عباره عن فكره بس. طيب نرجع تاني نشوف باقي الامتحان. تعالى كده نشوف بافلي وهو بيشوف A B C D is a trapezium A D plus B C تديك كام y x؟ مش عايزين نخاف. هنمسك الاي دي لوحدها نشوف هتوصل بيها لفين وبعد كده نمسك البي سي نشوف هتوصل فين. انا عايز اوصل من الاي للدي في الشكل اللي فوق ده يا بابا. قولي كده المسار اللي هتمشيه. عايز اوصل من النقطه دي للنقطه دي. امشي ايدي على طول ولا عايز اوصل من ال دي والشارع ده مسدود تاخد انهي مسار تاني؟ اي بي سي دي؟ لا AX واي دي. يبقى AX على مهلك يا بابا. AX بلس XY بلس YD ده كده من الـ A للـ D. طيب بنفس الطريقة عايز أوصل من الـ B للـ C أمشي إزاي؟ BX بلس XY بلس YC بلس XY بلس YC ودي فيكتورز مش فاهم. ايه علاقة الـ AX بالـ BX؟ ايه علاقة الـ AX بالـ BX؟ من الرسمة equal equal in magnitude لكن opposite in direction صح؟ يعني طولهم متساوي لكن عكس الاتجاه. طيب يبقى الـ AX والـ BX عشان هما قد بعض في الطول لكن عكس بعض في الاتجاه داخلين في بعض هيعملوا حادثة اهو. فبالتالي بيطيروا بعض بكام؟ بزيرو. طيب ايه علاقة الـ YD والـ YC؟ نفس الكلام هما نفس الـ equal in magnitude و opposite in direction فيطيروا بعض. اتفضل ايه؟ XY والـ XY والـ XY كده كام؟ 2 XY. تعالى كده نطلع فوق. هل هو عايزها كام XY ولا عايزها كام YX؟ كام YX. طيب عشان اغير من XY ل YX اللي هو عايزها بغير الاتجاه. الاتجاه هنا معناه ايه؟ اشاره. يبقى نيجاتيف 2 واي اكس. يبقى عشان اغير الحروف بغير الاشاره. يبقى الكي هنا يا بافلي بنيجاتيف 2. نيجاتيف 2 تمام. ايوه يا عينين. هو احنا لو كنا مشينا في البي سي سي واي واي اكس واكس بي ايه اللي هيحصل؟ هيبقى انت مش بتفهمه يعني ايه بي سي؟ ما هو بي سي معناه الانيشال بي فكان لازم ابتدي من عند بي. لازم ابتدي مع انت من عند بي عايزه توصلي للسي ده معنى بي سي.
لو هو عايز يمشي سي بي دي حاجة تانية. تمام؟ اوكي. شوف السؤال اللي بعده. الناس اللي في الشات مش كتيرة بتشتغل معايا. اتنين تلاتة بس. اوكي. شوف السؤال اللي بعد كده. ماريال. حلينا السؤال ده في حلقة قبل كده بأرقام مختلفة. معايا ايه وعايز اجيب ايه باور 60؟ اه. ازاي اوصل من ايه لايه باور 60؟ فاكرها؟ لا. لا. مين فاكر ازاي وانا معايا ايه اجيب الايه باور 60؟ مين يعرف؟ قولي كده يا ريني. من فضلكم ذاكروا الفيديوهات بتاعت المراجعة كلها. بتاعت موديل 1 وموديل 2. وكايرو الجيزة وديت. لو ذاكرتوا الأربعة دول كويس مع حصة المراجعة هتقفلوا الماس ومش هيبقى فيه مشكلة. مش هيخرج عنهم الامتحان إن شاء الله يعني. أيوة يا رينيه. هنجيب الاي باور 2. أول حاجة يا مستر هجيب الاي باور 2. الاي باور 2 دي عبارة عن اي في نفسها. 4 و 0 و 3 و نيجاتيف 4. يلا بينا هنعمل 4 و 0 تايمز 4 و 3. 4 باي 4 و 0 باي 3 ب 16. بعد كده نعمل 4 و 0 تايمز 0 نيجاتيف 4. 4 باي 0 و 0 باي نيجاتيف 4 ب 0. بعد كده نعمل 3 و نيجاتيف 4 تايمز 4 و 3. ب24. غلط. بزير. اوكي تمام سوري. 12 ماينس 12. اوكي. هنعمل 3 تايمز 0 بلس نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف 4. ب 16. الكلام ده يا جماعه لو انا خدت منه ال 16 كومن فاكتور هيديني 1001. يعني الكلام دوت 16 اي. الكلام ده ايه؟ 16 اي. طيب. عايزين بقى نجيب ايه باور 60؟ هي الـ A power 60 عبارة عن A power 2 باور كام؟ يا ريني 30. باور 30 ليه؟ عشان باور فوق باور يتعملوا تايمز بعض. وأنا جبت A power 2 اللي هو 16 I. صح؟ ما دي كده الـ A power 2 باور 30. طيب الـ 16 دي واضح إن كل الإجابات أو كل الاختيارات فيها 2. الـ 16 دي 2 power كام؟ 16 divided to 8 divided to 4 divided to 2 divided to 1. يبقى 16 عبارة عن 2 power 4 وهنا I. تعال نوزع الباور. 2 power 4 power 30 power racket power 2 120 2 power 120 و I power 30. I power 30 I power أي حاجة بI يبقى 2 120 تايمز اي والاي دي اللي هي 1001. طيب اختار مين كده؟ دول دي اي ودي اي ودي اي ودي اي. يبقى اختار مين؟ دي. تمام؟ اوكي. يبقى انا دايما بجيب ايه باور 2 واشوف الباور اللي هو عايزه يقرب للباور اللي انا جبته ايه. دي دايما العلاقه بتاعتي. طيب نشوف سؤال تاني. تعالى كده نشوف ماريو فايز وهو بيحاول يحل. If L و M are the two roots of the equation blah blah blah, find the value of L determinant ده. كالعادة ماريو والمايك سليم عنده بيقول لي ان المايك بايظ. تمام. تعالى نشوف ألفريد. ها؟ أيوة. تعالى نفك الديترمينانت ده. ما هنجيب الروت الأول. لا مش هنجيب الروت الأول. تعالى نفك الأول. عشان نشوف احنا عايزين ايه. يلا هنجيب ده 2LM. ايوه يبقى الديترمينانت دوت 2L minus 1 3M عبارة عن 2LM minus 3. غلط. بلس 3. بلس 3 البرنسبال دياجونال minus second دياجونال. طيب ال LM دوت اللي هما التو روتس ده مين؟ ده البرودكت بتاع التو روتس. صح ولا غلط؟ التايم بتاع التو روتس. طب علشان اجيب ال ام يعني ايه؟ كنا بنعمل سي على ايه؟
يبقى نيجاتيف 10. يبقى نيجاتيف 10 over 1 بنيجاتيف 10. يا 2 في نيجاتيف 10 تايمز نيجاتيف 10 بلس 3 نيجاتيف 17 تطلع بنيجاتيف 17. اشكرك يا طيب شوف سؤال كمان. جويس The number of solution of the equation cosine power 2 theta minus 4 cosine theta plus 4 equals zero. هو مش بس هنا مش هو مش عايز الحل هو عايز عدد الحلول. طيب عشان اعرف عدد الحلول لازم احل برضه. اوكي تعالي كده نحل. ناس تطلع على الكالكليتر فناس تقول لي 2 وناس طلعوا لي 3 الشات مختلف ما بين 2 و3. تعالي نشوف وفي ناس طلعوا واحد في ناس الاختيارات كلها موجوده يا جماعه عندنا في الشات. طيب تعالوا نشوف جويس هتطلع ايه. ده تراينوميال احله ازاي؟ احطه على الكالكليتر مود ايكويشن 3 اه تدخل 1 نيجاتيف 4 و4 طلعت اكس واحده تمام يعني بيرفكت يعني تمام. كوزاين سيتا مفيش بوزيتيف نيجاتيف بقى هنا طالعه باجابه واحده 2 وطالعه بوزيتيف يبقى بي ها الكوزاين طالع بوزيتيف. بص كده استنى اضحك عليك شويه ادي استك امتى الكوزاين بوزيتيف؟ في الفيرست والفورث اه في الفيرست هنا بوزيتيف وفي الفورث هنا ايه؟ بوزيتيف يعني الكوزاين تبقى في الفيرست وتنفع تبقى فين؟ في الفورث. يبقى تطلع كام اجابه؟ اجابه واحده ولا اجابتين؟ ثانيه كده على مهلك ولا ثلاثه؟ ايه ها؟ اثنين طلع اثنين برافو عليك اثنين دي غلط. يلا قدامك ثلاث اختيارات ثانيين كنسلت لك اجابه منهم يبقى هي بي. برافو ايوه كده غلط برضه. مردو؟ اه شفت الزمن؟ زمن اخضر. طب ليه؟ ما هو انت بتساليني؟ انت كويس بتقولي غلط وانا بقول لك ان هو غلط. يلا قدامك اختيارين. ايه ولا دي؟ لا ما اعرفش مش هفتي بقى. مش يعني اللي فات ده ما كانش فاتي. طبعا ايه ولا اجابه. ليه؟ ريفيوزد. ليه يا مستر؟ كان اكبر من 1 ساين ثيتا والكوزاين ثيتا الانترفال بتاعتهم من نيجاتيف 1 ل 1 فلما تطلع الاجابه ب 2 وحتى جيت اجرب حتى شيفت كوزاين 2 كالكيتو زمرت هتاخدي على قفاكي ثلاث اقلام على طول يبقى ايه؟ ملهاش ولا حل زيرو زيرو سولوشن تمام. طبعا في ناس كانت بتجاوب معايا زيرو وفي ناس لسه كانت مصممه لا يا مستر هم 2 تمام. طيب اشكرك يا جويس. على ايه بقى؟ على ايه بقى؟ شفت بقى. طيب رينيه اسامه نعم. هو في السؤال اللي قبليه لو كان طلع لي بون وموجود بالبوستيف ممكن اختار اثنين ولا اختار واحده بس؟ لا لو طلع 1 يبقى لا اجابتي طب ولو طلع لو طلع كوزاين ثيتا برقم وكوزاين ثيتا برقم هطلع الحلين هنا واطلع الحلين هنا ممكن يطلعوا ب 3 و 4 ما انا مش عارف ساعتها هنطلعها تمام اوكي لكن هي عشان اكتر من 1 ها فديت ريفيوزد خالص. طيب تمام ماريال انت ما حليتيش معايا السؤال بتاعك قلت لي ما اعرفوش. يلا سؤال بخمنه هو عشان تعرفي. انا قايل من الاول قال يبارخ if a plus b ب 30 sin 3a plus 2b plus sin 9a plus 8b equals كام؟ مريال المايك عندها باظ يا جماعه ماشي. مين يعرف يحل؟ ها؟ مين يعرف يحل؟ وانا ممكن اهبد يعني ممكن لا لا ما فيهاش هبد يا جيب بصراحه وانا ممكن طيب. اجرب طب اجرب؟ لا برضه اجرب اجرب ولو انا جربت وانت جربت نفس التجربه اكتبها على الشات يلا ماشي معاك ورقه وقلم كده ويلا جرب. بص يا مستر
هو المشكله ان دي 3a ودي 2b فهما مش متساويين، وهنا مديني a بلس b. طيب ايه رايك يا مستر لو انا فكيت ديت ساين 2a بلس 2b بلس a؟ ايوه انت عملت ليه كده؟ ما عملتش حاجه. انا فكيت ال 3a ديت عند البقال، اديتها قلت له يا عم فك لي الثلاثه ديت، راح اداني 2 و1. ايوه طب عملت كده ليه؟ عشان اقدر اخد ال 2 كومن فاكتور واعوض بالقيمه دي. هعمل كده برضه هناك. ساين 8a بلس 8b، انا كده فكيت الايه؟ التسعه ديت، وهنزل اروح للراجل هيروح مديني واحده لوحده. فكده انا ما غيرتش المساله. انا كده ما غيرتش المساله، انا كده فكيتها بشكل اعرف اكمل. ايوه ايه اللي يجيب في دماغي الفكره دي كطالب برضه؟ ما يمكن انت مدرس. لا الفكره ان انت معاك جيفن، والجيفن دوت هو مش عاجبه جمالك وطالب القرب منك ولا طالب ايدك، فلازم تجيب علاقه ما بين اللي انت عايزه واللي هو مديهولك. طيب فدي بقت ساين، هاخد التو كومن فبقت a بلس b بلس a اللي هي اللي بره، ودي ساين اخد ال 8 كومن a بلس b وادي ال a اللي بره. ايه اللي حصل يا مستر؟ اللي حصل ان ديت ساين a بلس b ب 30 تايمز 2 ب 60 فبقت ارقام بلس a بلس ساين a بلس b ب 30 تايمز 8 ب 240 بلس a. يجي لي حد متخلف عقليا يقول لي طب وزع الساين خليها ساين 60 بلس ساين، يقول له انت حمار على طول. ليه؟ لان توزيعه الساين على البراكت وتوزيعه الكوزين على البراكت وتوزيعه التان على البراكت ده يونت كامله في ثانيه ثانوي الترم الثاني. يونت كامله في ثانيه ثانوي الترم الثاني ليها استراتيجيات وطرق للتوزيع، ما بوزعش كده اوف. طيب يبقى احنا مش هينفع نوزع. طب اتصرف ازاي؟ لازم اوجد علاقه ما بين ال 60 وال 240. 240 ديت في الثيرد كوادرنت. كنا بنعملها ازاي لما تبقى في الثيرد كوادرنت؟ كنت بخليها 180 بلس، لما تبقى في الثالث بخليها 180 بلس. يبقى دي ساين 180 بلس 60 بلس a. تمام؟ 180 بلس ده بيت التان استك، 180 بلس دول ده بيت التان. طب بيت التان يخلي الساين بالنيجاتيف، فبقت دي ساين 60 بلس a ماينس ساين 60 بلس a. الله عليك يا حبيب والديك، حاجه ماينس نفسها تديك ايه؟ تديني زيرو. يا نهار ابيض يا جدعان على الامتحانات. طلبه حلت الكلام ده طبعا. طب محافظات اشطر كتير بتوع القاهره والجيزه واسكندريه. فرافيع بتوع القاهره والجيزه واسكندريه دول على فكره اتفه ثلاث محافظات بيجوا في القاهره والجيزه واسكندريه. عايز بقى العيال الرجاله بقى ولا البنات الرجاله؟ خش على المحافظات بقى جوه ديت. ايوه يا بابا. هو احنا ليه ما خليناش ال 240 زي ما هي وخلينا الساين كوزاين؟ يعني ايه تخلي الساين كوزاين؟ يعني ايه الساين 240 بالكوزاين؟ دي تبقى باد؟ لا هو 240 باد، الثانيه 270 يا حبيبي. الباد 90 و 270 مش 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 اي رقم يبقى باد. الارقام بتاعتك 0 180 و 360 دول الجود، وهنا 90 وهنا 270. يا مستر غريبة عليا، خلاص غريبة عليك ذاكرها. ليه ذاكرها؟ عشان لو جت حاجة شبه كده، يعني رينيه بعتالي الأسبوع ده مسألة شبه دي. فلو جت مسألة شبه كده، يبقى أنت من الطلبة المتميزين اللي تعرف تحله. تمام؟ أوكي؟ مستر هو أنا أصلاً مش لاقي الكتاب، يعني المعاصر مش عامل لنا امتحانات للجوفرنريت أصلاً. يا حبيبي ما ده أنا قلت ده بتاع السنة اللي فاتت. أنا قايل من لو يبقى أنت ما اتفرجتش على القاهرة والجيزة. في الحلقه بتاعت القاهره والجيزه قايل انا هحل معاكم محافظات مش معاكم، انا قايل الكلام ده. طب هو احنا يعني عشان نطلع امتحانات زي كده طلعها منين؟ او انا ببعت لك اهو، انا بديك اهو. تمام اوكي ماشي. ايه يا مونيكا؟ مستر هو انا يعني طلعت حاجه شبهها بس ما عرفتش اطلع الاجابه في الاخر. يعني طلعتها ساين 90 ماينس بي
plus sine 270 minus b. ثواني قولي تاني اللي انت وصلتي. sine 90 minus b. sine 90 minus b plus sine 270 minus b. sine 270 minus b. تعالي نشوف. sine 90 minus b دي bad rule في الكوادرنت الاولين. تمام. كوزاين b. sine 270 minus b ده bad rule في الكوادرنت الثالث. فتبقى bad ونغير إشارة تبقى minus cosine b. cosine b minus cosine b zero. تمام اوكي. فبرضو طريقتك ممكن تكمل بالشكل ده. تمام. تمام؟ اوكي. أيوة نادين. مستر هو احنا الـ A اللي بالأزرق جبناها منين؟ بص يا حبيبي دي 3A ودي 2B. فأنا عايز أخلي التلاتة دول خدت منهم واحدة، استلفت منهم واحدة. فبقوا إيه؟ بقوا 2A وA و2B. يبقى التلاتة B، التلاتة A ديت فكيتها 2A وA. طب السؤال ليه عملت كده؟ مش فكيتها إزاي؟ فكيتها إزاي أنا شايف. بس أنت ليه عملت كده؟ أو أنا ليه أفكر كده؟ عشان يبقى الـ A والـ B زي بعض أعرف أتعامل معاه. تمام؟ تمام. ده نفس اللي أنا عملته. لما عملت هنا هوت الـ 9 ها؟ فكيتها 8 و 1 و B. تمام؟ 8 و 1 و B. بس برضو عملت ليه كده؟ عشان أخلي 8A و 8B يبقوا شبه بعض، يبقوا زي بعض. تمام؟ تمام. إيه؟ أنت عندك سؤال تاني؟ ها؟ جويس عندك سؤال؟ جويس تاني؟ مستر ممكن نعيدها تاني؟ إيه اللي وقع منك؟ أصل أنا هعيدها تاني هقراها تاني. ولو أنت هعيدها تاني فأنت هتتفرجي على الفيديو تاني. بس قولي لي إيه الخطوة اللي تايهة من دماغك مش فاهماها لوحدك؟ ليه جبنا ساين 60 بلس إيه؟ جبناها إزاي يعني؟ جبناها إزاي؟ ماشي. لما أنا خدت التو كومن فاكتور بقى عندي A بلس B. هو مديني يا جويس إن أنا ممكن أشيل الـ A بلس B وأحط 30. تمام؟ فأنا تمام. شلت الـ A بلس B وحطيت 30. تعالي كده نعوض بقلم لونه تاني. أه. شلت الـ A بلس B بـ 30. فبقت 2 تايمز 30 بـ 60 وتفضل إيه؟ نفس الكلام شلت الـ A بلس B من الجيفن حطيت 30 فبقت 8 تايمز 30 بـ 240 بلس A. بعد كده الـ 240 دي خليتها 180 بلس 60 لأن أي حاجة في الكوادرنت التالت بتبقى 180 بلس. فـ 180 بلس مع الساين تبقى نيجاتيف ساين. فهمتي؟ العب. أه. ها حد عنده سؤال تاني؟ مونيكا عندك سؤال تاني ولا دي إيد قديمة مرفوعة من زمان؟ لا سوري دي كانت ايد قديمه. خلاص نزليها على طول. ها روجيه؟ لا تمام يا مستر معلش انا لا يعني ايديا كانت مفهومه. خلاص تمام اوكي. شوف السؤال اللي بعده. تعالى كده نشوف رولان وهي بتحل السؤال دوت. سؤال مش صعب، سؤال سهل. عايزين نجيب اللينس بتاع الاي بي يا رولان تو ذا نيرست ميتر. أنا معايا الـ BC بـ 42 ومعايا أنجل C بـ 54. أجيب الـ AB منين؟ رولان؟ طب نادين؟ هنجيبها من التاني. آه. Opposite و adjacent يبقى تاني يا مستر. على طول Opposite و adjacent. يبقى tan C equals الـ AB over الـ BC. tan C. تان كام؟ تان 45. هي 54 بس النظرة بتاعتك. تمام. انا بحل بس برضه. والاي بي؟ الاي بي مش عارفاها. والبي سي؟ والبي سي 42. يلا بينا نجيب الاي بي. نعمل مقص. الاي بي هتبقى ايكوال ال 42 تان 54. تمام. 42 10 54 يبقى الـ AB هتبقى 57.8. الـ 8 هنا strong تخليها 58 هتبقى 0.8. تمام. تاني يا جماعة تاني من فضلكم أنا ليه مش بشرح الكلام بتاع التات وأرجع أعيده تاني في المراجعات؟ عشان المجموعات تبقى بتحل امتحانات أكتر. لما أنت تبقى أنت حضرت معايا حصة لايف وفي حصة مسجلة معاك مش معناه أنت تطنشها. لما انا احل معاهم امتحانين واحل معاك اتنين يبقى لي اربعه وفي اتنين يبقى احنا حالين مع بعض ست امتحانات غير الواجبات.
فيعني ازاي يجي لك جراءه وما عندكش دم وما تتفرجش على الحاجات دي؟ طيب سؤال من الاسئله الحلوه اللي ممكن تصدم الناس، تعال كده نشوفه. BA seeps by 90 degrees يا ليديا، AD perpendicular to BC، ال AD بـ Z سنتيمتر، ال BD بـ X سنتيمتر، ال CD بـ Y سنتيمتر. Find the value للـ determinant ده. ما تيجي نفك الـ determinant ده يا ليديا ونشوف إيه اللي بيقوله ده. ما تفهمهاش كده، هي مسألة algebra ولا geometry ولا مخلطة؟ هنشوف دلوقتي. تعال نفك دوت. هفكه حسب الصف الأولاني لأن فيه زيروهات كتير. نمسك الـ 3. نعمل 3 باي نصه بالصف مع العمود، فيتفضل يبقى على طول xy minus xy minus z power 2. حلو خالص. بعد كده ده 0 تايمز اي حاجه ب 0 طنشيها. بعد كده ده 0 تايمز اي حاجه طنشيها 0. طيب اكمل ازاي؟ انا كده فكيت، عايز بقى اجيب الاجابه. تفتكر اوكليد كده كان بيقول ايه؟ فاكره اوكليد؟ العمود اللي في النص ده كان بيساوي ايه في اوكليد؟ بي دي بي باي الدي سي، يعني زد باور 2 البتاع اللي في النص ده من اوكليد اهو عشان انت بتذاكر. العمود اللي في النص كان يساوي الحتتين اللي تحتي، يعني يساوي اكس تايمز واي. يعني انا ممكن اشيل اكس تايمز واي وابدلها بزد سكوير، وهنا زد سكوير. اي حاجه ماينس نفسها بكام؟ بزيرو. و3 تايمز 0 بزيرو. شفتي رخامه؟ عمركم شفتوا رخامه وسفاله اكتر من كده؟ دخل الجبر على جيومتري على اوكليد من الترم الاولاني وفي ناس بتقفل. مستر ممكن تاني؟ لا حاضر. اوكليد بيقول ايه يا بافلي؟ اوكليد بيقول ان العمود اللي في النص اي دي باور 2، ده القانون بتاع قوانين اوكليدس، اي دي باور 2 ايكوال بي دي تايمز سي دي. الاي دي بزد باور 2، البي دي باكس، السي دي بواي. يبقى اوكليد بيقول ان الزد باور 2 ايكوال اكس تايمز 1. وهي لما فكت الديترمنت، هي شاطره فكت الديترمنت صح، فلقت اكس واي ماينس زد. طالما الزد باور 2 هي الاكس واي، فممكن تشدهم مع بعض على طول. فتشطبوا مع بعض، اتفضل كام؟ 0. 3 تايمز 0 كام؟ ب 0. تمام؟ اوكي؟ مستر، الديترمنت بيتفك اللي هو بنشطب الرو مع الكولوم. ايوه. ونعمل دول كده، ده تايمز ماينس ده تايمز. اكس واي ماينس زد سكوير. تمام؟ شوف السؤال اللي بعده. يلا يا ساندي شريف. A B C D E F is a regular hexagon. A B minus C B between bracket plus A F plus D E equals. احنا ممكن نبدل النيجاتيف سي بي ببوزيتيف بي سي. برافو. اول حاجه يا مستر، انا اول ما بشوف النيجاتيف ببدلها، اولا لان البلس اسهل، ثانيا لما ببدلها هتلاقي الحرفين دول كونسيكتيف، يبقى بي سي وهنا اي اف ودي. كملي. بعدين A B plus B C، ال B common فهتبقى A C. A B و B C دول consecutive فتديني ال initial وال final، فتديني A C plus A F plus D. ممكن مثلا نشيل ال AC ونحط مكانها AF plus FE، صح؟ أشيل AC حط AF plus FE.
ايه علاقة الـ AC بالـ AF والـ FE؟ طيب اساعدك، هسيب الـ AC، حاولي تتصرفي ان احنا نعرف نلم الـ AF والـ DE. خلي بالك الـ AF هنا والـ DE هنا، فمش عارف ألمه صح؟ لكن ممكن أبدل الـ AF بحاجة ليها نفس الطول وليها نفس الاتجاه اللي أقدر أسميها equivalent، فأنا ممكن أشيل الـ AF وأبدلها بإيه؟ بالـ CD. بالـ CD وبعد كده plus DE. إيه اللي استفدته لما عملت الحركة ديت؟ بقت AC CD DE 3 consecutive vectors، 3 vectors ورا بعض، AC بعد كده CD بعد كده DE، فيديني الـ initial والـ final اللي هو مين؟ تبقى AE. اللي AE. شفتي مسألة سهلة خالص بس فيها مطب صناعي في النص، وقفنا كلنا تمام؟ اوكي؟ هل الامتحان يا مستر هيجي بالصعوبة دي؟ ما قلتش كده، لكن الامتحان هيجي فيه مسائل كده. الامتحان عندك 10 أسئلة، في 4 سهلين و4 متوسطين، 4 سهلين أي حد يحلهم، 4 متوسطين اللي مذاكر يحلهم، و2 للتميز. فاللي مذاكر كويس بسهولة يجيب 8 من 10، اللي مذاكر وشاطر وفاهم يجيب 9 من 10، 10 من 10، اللي مش مذاكر يعني بالحب كده ممكن يجيب 4، يعني لو ماما ده عياله يجيب 5 بالعافية خالص. تمام؟ طيب براحتك قول كده رضا كويس. اوكي تعال نشوف مسألة كمان، في ناس مجاوبة معايا في شات حلو، تعال نشوف إيلين. سؤال حلو برضو يا إيلين. A B C D is a rectangle. H midpoint لل A D. عايزين نشوف ال H B وال B A وال D C بيساوي إيه؟ تافهة جدا لو خدت بالك من حاجة. تافهة موت، هي بس عايزة تاخدي بالك من حتة بربع جنيه. ماشي، ال H B وال plus ال B A بال H A. مش هتوصلي الحاجة لو عملتي كده. طيب أساعدك، شايفة ال H B؟ طب ثاني، طب ثاني أسكت، حاضر. مش مش هي مش ال H A equal ال H ال D H. ال H A equal ال D H. أنا ساكت صدقيني ما عملتش حاجة، أنا ساكت أهو. في ناس جابوها في الشات، يلا. طيب هساعدك سؤال، مساعدة صغيرة. بصي على الـ DA، شايفاها؟ شايفة الـ DA؟ هو قال لك ده ريكتانجل، وشايفة الـ DC؟ يقربوا إيه لبعض؟ قد بعض في الطول، قد بعض وعكس بعض في اتجاه. طالما قد بعض في الماجنيتيود واوبوزيت ان دايركشن يكنسلوا بعض، يبقى هيتشالوا. صح كده، يبقى البي اي والدي سي اتكنسلوا مع بعض، يبقى الاجابه مين؟ اتش بي. بس خلص. في تفاهه، في تفاهه اكتر من كده؟ تافهه جدا، ما مش مركزه. ماشي، نعم يا ريني. هو أنا جبتها بطريقة تانية، جبت إن ال HB plus ال BA طلع HA. تمام. وكمان وال DC هي هي ال AB. تمام. فعملت ال HB سوري ال HA plus ال AB هيطلع لي. صح، بس لفة أكتر. صح، برافو، مفيش مشكلة، بس تبقى لفة أطول. تمام. بعض شوية مسائل الناس تبقى محتاجة إيه يعني، تبقى مركزة بس أكتر ما هو بتحل يعني. طيب شوف سؤال تاني. مارتينا يلا، عايزين نجيب الـ AB الأول. يلا، إزاي أجيب الـ AB قبل ما أجيب النور؟ ده سؤال سهل.
الـ A B عبارة عن مرتين المايك شغال مارتينا انتحرت ورولان منتحر ها؟ طيب يلا يا مريم سؤال سهل بقى حظك الحمد لله انه حظي ماشي ايه بي بي ماينس ايه يبقى بي ماينس ايه البي نيجاتيف 2 27 نيجاتيف 2 و27 ماينس نيجاتيف 9 و 3 نيجاتيف 9 و 3 نيجاتيف 2 ماينس ماينس 9 7 27 ماينس 3 24 عايزين نجيب النورم بتاع اي فيكتور انا اجيب النورم بروح عامل روت x سكوير بلس y سكوير equal 25 مش قد المقام ده يا مريم خدي اللي بعده لا لا حلو حلو ليه ليه لا 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 ابدا ابدا يلا ده مقامك كده find the vector equation AB عايز اجيب الفيكتور equation بتاع اللاين الازرق ده يلا غيرته من احمر خليته لك كذا يلا يا مريم يبدا عايز اجيب الفيكتور ايكويشن الفيكتور ايكويشن سهله ها محدش طلعها في الشات لحد دلوقتي ليه يلا يا بطوط هو انا ليه يعني ليه مش فاهمه احنا عايزين نعمل ايه اصلا اصلا عايز اجيب ايكويشن عشان اجيب الفيكتور ايكويشن محتاج ايه وايه عشان لا هو مديك الايكويشن الثاني انا عايز اجيب الايكويشن ازاي عشان اجيب ايكويشن محتاج ايه بوينت يو بنسميها كده ايه مثلا محتاجين الدايركشن فيكتور محتاجين يو اليو فمحتاجين بوينت موجود على الخط دوت ومحتاجين يو وهو مديكي الخط الثاني دوت اللي هو 2x + 5y + 5 ايه علاقه الاثنين ببعض بيربنديكولر بيربنديكولر يبقى لو انا عرفت اطلع السلوب دوت هشقلبه واعكسه يبقى جبت السلوب الثاني صح طيب هو مديك ايكويشن 2x بلس 5y سيبك من الموبايل دلوقتي مش بتاعي تمام عايزين نجيب السلوب او ام ازاي بجيب السلوب من ايكويشن 5 اوفر 2 ده كان راي الحمار نيجاتيف كوفيشنت اوف x اوفر كوفيشنت اوف y نيجاتيف 2 اوفر 5 طيب يبقى السلوب اللي انا عايزه الام اللي انا عايزها لو انا سميت دي ام 1 ام اللي انا عايزها بيربنديكولار فشقلب وعكس 5 اوفر 2 5 اوفر 2 يبقى اليو 2 5 2.5 اشكرك يا رب عرفت اجيب دايركشن فيكتور فاضل اجيب بوينت موجوده على اللاين دوت هل الخطين اللي انا عايزه والخط اللي هو بيدهوني بيتقطعوا في حته عند بوينت ايه بيتقطعوا عند بوينت ايه اللي هي اصلا موجوده فين على الواي اكسس اللي هي موجوده على الواي اكسس يبقى علشان اجيب البوينت ديت انتوا عايزين ايه ظابطين نبه ليه دلوقتي هتصحوا ليه دلوقتي مش منبه يبقى 2x بلس 5y بلس 5 ايكوال 0 يلا يا بنت اصحي يا مريم يلا بقى عشان الباص جاي تروح المدرسه يلا يا مريم هقول للميس تسيبك وتمشي خلاص جيت عايز اجيب النقطه اللي موجوده على الواي اكسس احط الاكس ب 0 يبقى 5y equal negative 5 فواي equal negative 1 يبقى 5y plus 5 ب 0 يبقى ال 5y ب negative 5 يبقى الواي بنيجاتيف 1 الحمد لله جبنا البوينت يا جماعه 0 نيجاتيف 1 دي البوينت مش مشكله مريم تكمل بقى خلاص خلوها تكمل ضحك واليو هي جابتها فوق ب 2 5 فنجيب الدايركشن فيكتور او نجيب خلاص بقى الايكويشن سوري اللي هي r equals البوينت 0 نيجاتيف 1
بلس كيو 2 5. تاني السؤال اللي هي سألته في الأول خالص كان سؤال مهم، هي إيه فكرة المسألة أصلا؟ هو مديني straight line وطالب equation بتاعت straight line تاني، فلازم أعرف العلاقة ما بينهم. التو straight lines متقاطعين عند ال y axis عند نقطة A و perpendicular على بعض. استفدت إيه لما عرفت إن هما متقاطعين؟ يعني النقطة اللي موجودة على ال y axis في الأولانية موجودة كمان على التانية. رحت عشان أجيب النقطة اللي موجودة على ال y axis حطيت ال x بزيرو. ايه كمان قلنا متقاطعين بس؟ لا دول perpendicular كمان. فلو قدرت اجيب السلوب بتاع الاولاني هشقلبه واعكسه واجيب السلوب بتاع الايه التاني. خلاص اوكي كده يا جماعه عرفنا ان مريم بتظبط الموبايل بتاعها منبه الساعه 9 ال 10 عشان تصحى تروح المدرسه بالليل. يلا مريم هي اكرم يا مستر اي مستر صحيه صحيح بس النت عندي احلى حاجه مش احلى حاجه اوكي معايا A ومعايا B ومعايا M وA B parallel M عايزين K ده سؤال سهل يلا اجيب الA B الاول اوكي الA B هتبقى ايكوال للB minus الA حلو الA B مبدئيا يا مستر B minus الA في شويه افكار كده بتاعت كتير تكاري علم الشطار الB negative 1 و5 negative 1 5 minus 3 ونيجاتيف 5 حلو يبقى الـ AB كده بقت بكام؟ نيجاتيف 1 ماينس نيجاتيف 4 يبقى بنيجاتيف 4 و 10 والـ M هو مديها لك 6 و K طالما okay. هما بارلل يبقى السلوب بتاع ده ايكوالز هيبقى السلوب بتاع ده السلوب بتاع التاني يلا يعني نيجاتيف 10 اوفر 4 تمام هيبقى equal k over 6 يلا نطلع k على طول يبقى ال k ده times ده على ده اوكي يبقى هتبقى 60 over negative 4 يعني negative 15 يبقى ال k بnegative 15 اشكرك حد يا جماعة ما جاوبش وعنده مايك ها حد سقط كده من غير ما يجاوب كله ماريال روبل ماشي اوكي يلا ماريال مع انها يعني مع اني خدت سؤالين ما عرفتيش تجاوبيهم سؤالين هو سؤال ماشي يلا عايزين نجيب البوينت اوف ديفيجن بتاعه الاي بي هنا ده مش ري ده هنا البدايه والنهايه يبقى ده ار1 وده ار2 وده ريشيو ام2 وام1 والقانون بلس عشان انترنال يلا هنسمع القانون نعوض فيه تعويض مباشر يا مريم ايه القانون بيقول ايه بتاع الديفيجن اوكي ام1 ار1 ام1 اي1 بلس ام2 ار2 ام2 ار2 اوفر ام1 بلس ام2 حلو تعال نشيل كل حاجه ونحط قيمتها اوكي ام1 2 ب2 اي1 5 ونيجاتيف 6 5 ونيجاتيف 6 بلس نيجاتيف 1 و3 ال1 تايمز النيجاتيف 1 وال3 وتحت 3 2 بلس 1 بكام ب3 تعال نفك الاوردر بير ده ونفك الاوردر بير التاني 2 تايمز 5 و2 تايمز نيجاتيف 6 ماشي تبقى 10 ونيجاتيف 12 الثانيه نيجاتيف 1 و3 اوفر 3 ماشي هنجمع الاكسات اللي قبل الكومات ونجمع الوقت اللي بعد الكومات 10 ماينس 1 9 9 و negative 9 divided over 3 فتبقى 3 و negative 3 تبقى 3 و negative 3 يبقى نختار letter D أشكر ناس كتير كانوا مطلعين إجابات صح وناس مطلعين إجابات غلط مش هنقول مين اللي كان مطلع غلط لكن نقول إن مريم كانت مطلعة صح وكارول كانت مطلعة صح تمام اوكي طيب تقولي انا اللي مطلعها غلط خلاص بقى احنا دارين عليكي طيب تعالى كده نشوف روجي وهو معاه ال VA ب 70i وال VB ب negative 20i وعايز اجيب قانون ال VAB ده قانون الريلاتيف فيلوستي
the velocity of A relative to B. Ha? Ujair? Bavli? معك مستر. ها؟ قول يا بابا ايه القانون بتاع في اي بي؟ لا مش فاكر. مش فاكر؟ امال معايا في ايه بقى؟ ها؟ قانون دايما يا بافلي بنفس الترتيب. يعني في اي بي يبقى في اي ماينس في بي. نفس الترتيب ده اسهل قانون في الحياة. لما يجي يقول لك في اكس واي يبقى في اكس ماينس في واي. في ام ان يبقى في ام ماينس في ان. تمام؟ ال V كام يا حبيبي؟ 70i. 70i. ماينس ال V B بكام يا بابا؟ نيجاتيف 20i. يعني ايه نيجاتيف 20i؟ يعني عكس الاتجاه. تمام؟ 70 ماينس ماينس 20 90 يبقى بلس 90i. حرام تضيع سؤال زي دوت منك، لانه سؤال فعلا من الاسئله التافهه. سؤال تافه ما فيهوش حاجه خالص. طيب تعالى كده نشوف كارول ناصر وهي بتحاول تفكر في السؤال ده. ده برضو من الأسئلة التقيلة. أيوة. If AB equals 2 root 2. السايد ده يا جماعة ب 2 root 2. عايزين الإكواجن بتاعت الـ AB. عايزين الإكواجن بتاعت الـ straight line ده. أعمل إيه عشان أجيبه؟ هو احنا المفروض نجيب بوينت وسلوب. المفروض برافو. محتاج اجيب بوينت وسلوب. حلو. يعني محتاج اجيب اما الـ A اما الـ B النقطة دي او النقطة ديت. تمام. ومحتاج اجيب سلوب بتاع اللاين دوت. ومديني انجل مش عارف استخدمها فيه. أساعدك؟ نعم. طيب هاتي الانجل اللي جنب 135 دي. هاتي الانجل دي اللي هي OAB 45. والانجل دي كمان ب 90. يبقى دي ايه؟ 45. يبقى ده كده ايه؟ isosceles triangle. صح؟ طيب علشان اجيب السايد دوت ممكن اشتغل بايثاغورس. اسمي مثلا هنا هوت مثلا k واسمي ده k. يبقى المفروض k باور 2 بلس k باور 2 ايكوال 2 روت 2 باور 2 عشان اجيب طول الجزء دوت او طول الجزء ده. k باور 2 k باور 2 كام k باور 2 كده 2 k باور 2 و 2 روت 2 باور 2 8. يبقى ال k باور 2 ب 4 يبقى ال k بتو بوست النيجاتيف 2 بس هتبقى 2 بس عشان ده ايه ده. تمام. طيب الجزء ده ب2 والجزء ده ب2. لو انا عايز بوينت A، لو انا عايز بوينت A هتبقى على الواي اكسس 0 0 2. احنا عرفنا ده 2 صح. ولو انا عايز النقطه ب اكس 2 ا لا مش ايه مش زيرو انا زيرو. برافو. بس هي نيجاتيف 2 بقى. ليه؟ عشان هنا الاكس بوزيتيف وهنا الاكس نيجاتيف صح. طيب لو انا عايز اجيب السلوب معايا نقطتين او معايا انجل، تحب تجيبيها بالنقطتين ولا بالانجل؟ اعتقد الانجل هتبقى اسهل صح. يبقى السلوب ايكوالز الانجل مع البوزيتيف دايركشن الاكس اكسس اللي هو tan 45 بون. لو مش عاجبك دوت اعملي y2 minus y1 2 minus 0 و 0 minus minus 2 تطلع 2 على 2 تطلع ب 1 بس انا شايف الانجل تبقى اسهل. ومعايا طول الجزء المقطوع من الواي اكسس ده انا ممكن اعملها y equal m x plus c بتاع الثالثه اعدادي اللي هو y equal الام انت جبتيها ب 1 يبقى 1x وقطع من الواي اكسس 2 يبقى دي الايكويشن. لو انا عايز اجيبها جنرال ادخل الواي معاها يبقى x minus y plus 2 بزي. يبقى مسألة عبيطة جدا بس فيها فكرة. تاني المسائل الصعبة مش اللي هي طويلة ولا الأداء فيها مستحيل،
المسائل الصعبة اللي عايزة فكرة، أجيب الفكرة منين؟ شفتوا الامتحان بتاع الدقالية دوت؟ شايفين فيه كام فكرة جت؟ ها؟ طيب ونسأل. هو أنا كنت ممكن أجيب اللي هو السايدين بالكمبوننت بتاعت الإكس والواي؟ إزاي برضو؟ يعني أعمل، إحنا عرفنا إن الثيتا 45، أعمل تورو 2 كوزين 45 هيطلع لي 2 برضو. ما فيش مشكلة، تمام، ما هي هي نفس الفكرة عشان دي رايت أنجل. هي صح ولا دي لا بس لا. في المسألة لا لا لا، تمشي على طول، طالما رايت أنجل ترانجل تنفع على طول. تمام. طالما رايت أنجل ترانجل ومعاكي هايبوتنس وأوبوزيت والكلام ده ينفع في أي ترانجل في الدنيا. أوكي؟ طيب. كده الامتحان الأولاني خلص. الامتحان الثاني الشرعية يعني أخف شوية. الامتحان الشرعية ده يعني أنا لو بحط امتحان يعني هحط امتحان بالليفل دوت، يعني مش ولا صعب ولا سهل وما فيهوش أفكار واو، عايز بس حد يبقى مذاكر المنهج بس. فأنا شايف الشرعية ده امتحان في مستوى الامتحان اللي ممكن يجي لكم في المدارس بتاعتي. ففرصة إن إحنا يبقى ده ناخده ويبقى ده قبل الامتحان بكام يوم كده ويبقى الدنيا حلوة. تمام؟ طيب. تعالى نمشي من الأول خالص نشوف ألفريد. 2x plus negative 2 negative 2 4 و 0 equal O matrix. هنودي اللي هو negative 2 negative 2 4 و 0 بالماينس ناحية التانية. يعني هتبقى 0 0 0 0. طب ما بدل ما اعمل كده ويبقى يقولوا علينا ان احنا عيال عبيطه، ودي جوه الناحيه الثانيه بعكس الاشاره 2 2 نيجاتيف 4 0. ايوه كده ماشي يا مستر. الزيرو ده هفق، هودي ده الناحيه الثانيه بعكس الاشاره بس، ونعمل لها ديفايد 2 ويبقى عشان اجيب الماتريكس اكس او هعمل لها ديفايد 2 يبقى 1 1 ونيجاتيف 2 0 1 1 ونيجاتيف 2 و 0. بس اختار مين بقى فين ديت اللي هي دي 1 1 ونيجاتيف 2 و 0. تمام. شوف السؤال اللي بعده. كارول جوزيف. ايه مستر. 2x و0 و0 1 و3x و0 2 4 ونيجاتيف 3 نيجاتيف x. الماتريكس دي او الديترمنت دي تسميها طيب. سمعت. طب بلاش بيسميها ايه؟ بيعملها ازاي؟ بيعملها ازاي؟ بلاش بيسميها، بيعملها ازاي؟ يعني ايه بيعملها ازاي؟ بيحلها ازاي؟ اه تكي اول دي اسمها تريانجولر. انا مش فاكره دي. ما دي اسمها تريانجولر ماتريكس. لما الاقي الارقام اللي فوق الدياجونال او تحت الدياجونال، الدياجونال اهو، لما الاقي الارقام اللي فوق الدياجونال او اللي تحت الدياجونال كلها زيروهات فبيسميها مثلثيه triangular matrix. بيفكها ازاي؟ بيضرب ثلاث ارقام في بعض اللي هو 2x times 3x times negative x. هو انا لو كنت عملتها عادي ما كانت تطلع برضه صح؟ هتطلع برضه بس هي اسمها ولازم دي. امال احنا واخدين ليه البروبرتي بتاعتها؟ عشان دي في ثالثه مهمه جدا دي. 2 times 3 times negative 1 تمام بنيجاتيف 6. كله دلوقتي اي صوت جنبي يروح قافل المايك، اي صوت جنبي يروح قافل المايك. يا مستر لسانه طويل، نعمل له ايه طيب؟ x تايمز x تايمز x x باور 3 ايكوالز 48. يلا جاوبي مش مشكله، الصوت اللي جنبك. يلا هتابع معاكي. تمام ماشي. هيبقى ال x باور 3 بنيجاتيف 8 48 divided negative 6 تطلع بنيجاتيف 8 يبقى بنيجاتيف 2. الـ x بنيجاتيف 2 يبقى الـ x كيوب روت للنيجاتيف 8 تطلع بنيجاتيف 2. ماشي ما عرفتش المسلسل هي بتابعه ايه. يلا تمام نيجاتيف 2. هنشوف المسألة اللي بعد كده. يلا ماريا أكرم. أيوة. sin theta plus cosine theta all power 2 minus sin theta minus 2 sin theta cosine theta. ده سؤال مهم جدا 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 وسهل جدا 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 في نفس الوقت. هنفك البراكت الاول. فك البراكت ده perfect square. هتبقى sin power 2 theta sin power 2 theta plus 2 sin theta cosine theta
plus cosine theta power 2. النيجاتيف 2 ايوه صح نيجاتيف 2 ساين ثيتا كوساين ثيتا عملت ايه؟ فك ده بيرفكت سكوير الاول في نفسه الاخير في نفسه 2 تايمز فيرست تايمز سكند ماينس 2 ساين ثيتا كوساين ثيتا ال 2 ساين ثيتا كوساين ثيتا هتطير مع النيجاتيف 2 ساين ثيتا كوساين ثيتا بعد كده هتبقى لي جولدن رول اللي هي ساين باور 2 ثيتا بلس كوساين باور 2 ثيتا هتطلع ايكوال 1 ايكوالز 1 تمام اشكرك. طب مستر هو احنا ليه ما وزعناش الباور 2 من الاول وخلاص؟ امال انا عملت ايه من الاول وخلاص؟ هو التوزيع ما وزعناش هو التوزيع ما هي بيرفكت ما التوزيع لازم تتوزع بيرفكت ما ينفعش احط الباور وخلاص الباكت باور 2 لازم يتفك كده اللي هو بوزعه الاول في نفسه والثاني في نفسه و2 تايمز فيرست تايمز سكند ما ده اللي انا عملته ولا انت عايزني احط الباورات واسكت ما يبقاش توزيعه البيرفكت بالشكل ده. السؤال اللي بعده يلا نادين A B plus B C plus C D ال A B وال B C هتبقى equal A C ف plus C D تبقى A D هي كلها بقى على بعض طالما التلاتة consecutive ويا بعض الA مسلمة للB والB مسلمة للB والC مسلمة للC والC مسلمة للD أخد الأول والأخير طالما الحروف ورا بعضها أخد البداية تبقى A دي سؤال سهل خدي اللي بعده كمان solve the equation sin x cosine x plus cosine power 2x equal 0 where x belong to من 0 الـ by لحظة واحدة طيب على مهلك اوكي هفك الساين تبقى كوزاين لا دي مش باور 2 اه ممكن اخد حاجة كومن فاكتور الكوزاين الكوزاين متكررة فاروح واخدها كومن فاكتور يبقى كوزاين اكس ايكوال ساين اكس ساين اكس بلس 1 لا كوزاين اكس سوري خدنا كوزين اكس من الاثنين هنا طارت وهنا طارت واحد نساوي كل باكت بالزيرو اما كوزين اكس ايكوال زيرو اما الساين اكس بلس كوزين اكس ايكوال زيرو حلو خالص قلنا بنتعامل مع الزيرو على انه بوستيف تمام يا فيرست كوادرنت يا فورث كوادرنت يعني يا سيتا يا 360 ماينس 360 ماينس 3 تعالي نعمل كده شيفت كوزاين الزيرو تطلع بكام؟ ب 90 يبقى اما ب 90 اما ب 90 اما ب 270 اما ب 360 ماينس 90 ب 270 تمام؟ نعمل كده هنا؟ لا ما ينفعش لان هنا 2 فروح مودي واحده الناحيه الثانيه يبقى هنا الساين اكس اكس ايكوال نيجاتيف كوزاين X. تمام تعالي نعمل divided cosine x في الطرفين او اعمل ratio sin divided cosine يبقى tan x ونيجاتيف 1 نيجاتيف 1 امتى التان نيجاتيف التان نيجاتيف في السكند والفورث اهو استك في بيت الساين وبيت الكوزاين في السكند والفورث السكند اللي هو 180 ماينس والفورث 360 ماينس تمام نعمل ايه شيفت تان 1 تطلع 45 1 عايزين 180 ماينس 45 و 180 ماينس 45 ب 135 و 360 ماينس 45 ب 315 تمام كده هتبقى ايه السولوشن سيت كده 90 270 solution set 90 و 270 و 135 و 150 انت تعبتي جدا في المسألة دي بس انا كمدرس اديك الصفر فيه ليه بقى يا حبيبي اقول لك انا هشاور لك عليه عشان الثيتا لغاية 180 بس هاخد ال 90 وال 135 بيستعبط ابن اللذينة بعد ما عملت كل دوت يبقى دي ما تنفعش ليه انها عدت ال 180 ودي ما هتنفعش ليه؟ عشان عدت ال 180
فانا عايز الحلول اللي ما بين ال0 وال108 تمام؟ طبعا 90 و135 فتطلع 90 و135 تمام؟ اوكي ركزوا يا جماعه في الانترفال اللي بيديها لك، ركز في الكونديشن. مدرسين الماس ما بيحطوش كلام ملوش لازمه، كل كلمه ليها لازمه وتغير اجابات كتير. طيب ساندي find the different forms، ده سؤال مباشر، of the equation of straight line which passes through the point. يبقى كده انا معايا البوينت ومعايا السلوب، هي بس ساندي تجيب اليو ونبتدي نشتغل انا وهي. 5 و 3 اه من تحت لفوق 5 و 3. تعالي نجيب اول فورما اللي هي الفيكتور فورم اللي هي r equals 4 و 1 البوينت 4 و 1 plus k plus k 5 و 3 5 و 3. بعد كده نجيب البارامتريك x equal 4 plus 5k x equal 4 plus 5k والy equal 1 plus 3k. تاخد الاكسات بتاخد اللي قبل الكومات يا شباب، والy equals 1 plus 3k. تعال ناخد الكارتيزيان الy minus y1 over x minus x1 y minus 1 وx minus 4 equals 3 over 5. تبقى 3x minus 12 equal 5y minus 5. 5y minus 5. نجيب الإكسات الوقت مع بعض. تبقى 3x minus 5y minus 12 plus 5. Minus 7 equals 0. دي كده general A equation. طيب. برافو الناس اللي لحد دلوقتي شغالة معايا في الشات. تمام؟ اوكي؟ شفتوا الثقة اللي عند ريني؟ يعني مونيكا بتقول لها 90 135. طبعا مونيكا بقرة صغيرة هي بتحل فور ايفري وان، فراحت ريني بكل ثقة بتقول لها لا لا ثقة 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 الجاهل يا جماعة. يا مستر انا كنت بقول على نديم مش على مش عليها. ماشي يا حبيبي ماشي يلا جاوبي يا مستر. انا خدومة بحل الناس كلها اسمها مساعدة. طبعا 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 جا تقولي لي يلا يا ريني 2 و 0 و 1 و 0 times 0 و 1 و 0 و 2. عايزين نفك دوت. يلا نعمل الصف الأولين في العمود الأولين. 0 أول واحدة 0 2 by 0 و 1 by 0 أو 2 sorry 2 by 0 و 0 by 0 ب 0. تمام نعمل الصف الأولين في العمود الثاني. ماشي 2 بقى 2 by 1 و 0 by 2 تديني 2. نعمل الصف دوت في العمود دوت 1 by 0 و 0 by 0 تطلع ب 0. نعمل 1 by 1 و 0 by 2 1 ماشي نختار ماشي 27 تعالى كده نشوف ماريا ايه A times 3 و negative 2 و 2 و negative 1 equal I. يعني okay. ايه حاجه تايمز حاجه ايكوال اي؟ يبقى الاثنين دول يقربوا لبعض ايه؟ مالتيبليكاتيف انفرس. اه علشان اجيب الايه اجيب المالتيبليكاتيف انفرس بتاع ده، لان القاعده بتقول ان اي حاجه تايمز المالتيبليكاتيف انفرس بتاعتها ها دي بكام؟ باي. القاعده بتقول كده. فطالما ايه تايمز ديت يبقى دي مالتيبليكاتيف انفرس ليه. فعشان اجيب المالتيبليكاتيف انفرس لازم اجيب الدلتا الاول اللي هو الدلتا ها 3 ونيجاتيف 2 و2 ونيجاتيف 1 بعمل البرنسبل ماينس السكند هتبقى نيجاتيف 3 بلس 4 ايكوال 1. حلو خالص. علشان اجيب الايه بقى بقول 1 اوفر دلتا اوفر الدلتا وببدل ايه وبغير ايه ال يعني بشالب الساينز وبغير الدياجنال الثاني. برافو. ببدل الاماكن الاول ببدل الاماكن بتاعت البرنسبل يعني ال 3 تحتل النيجاتيف 1 والنيجاتيف 1 تحتل ال 3 اهو وغير اشارات السكند دياجونال تبقى 2 تبقى 2 نيجاتيف 2 طبعا 1 على 1 ب 1 فده كده برضه هفق يبقى نيجاتيف 1 و 2
ونيجاتيف 2 و 3. تمام؟ نيجاتيف 1 هعمل ده بقى تايمز لا خلاص احنا كده طلعنا المطلوب. اوكي سوري تمام بس هو عايز الايه؟ ايوه تمام. يلا يا ليديا بائعة الإجوان يلا. A Q 2 B 2 I و negative J وبيقول لي إن الـ A perpendicular على الـ B. تعال نجيب السلوب بتاع A ونجيب السلوب بتاع B نضربهم في بعض يطلع negative 1. يلا السلوب بتاع A 2 over K مفروض أقوله كده M1 times M2 ب negative 1. هي جابت السلوب الأولاني قالت لي 2 over K times السلوب negative 1 over 2 negative 1 over 2 equal كام؟ negative 1. تعالي نمشي ده بدل ما هو بالتايمز نمشي بالديفايد يبقى 2 over k negative 1 divided negative half يبقى 2 over k قليت لي ب 2 2 دي over 1 طالما اللي فوق قد اللي فوق يبقى اللي تحت قد اللي تحت 1 يبقى k بكام؟ k 1. تعالي نشوف السؤال اللي بعده مع جويس. هرسم أنا وجويس تبتدي تحل نفهم السؤال كويس. بيقول لي from the top of a tower 152 meter high أنا واقف فوق قمة برج 152 meter high the measure of the angle of depression of a body located in horizontal level which passes through the base of the tower is كذا. يبقى أنا في أرض وفي تاور مبني وأنا واقف على قمته فده كده مستوى الإبصار تاعي فلقيت الأنجل أوف ديبريشن بتاع جسم على الأرض في نفس المستوى الإيه الهوريزونتال بتاع الكلام ده العلو أو الارتفاع بتاع التاور الهايت بتاع التاور كان 152 متر طبعا الانجل اوف ديبريشن دايما الانجل اوف ديبريشن ما بين خط الابصار الاصلي والخط اللي انا وطيته اللي هو هنا 3640 اللي هي تخش حرف زد على طول 3640 عايزين هنا ده هنا ده 90 degrees عايز ايه بقى بصي كده معايا find to the nearest meter the distance between the body and the base of the tower لو انا سميت لك دوت A B C يبقى اول طلب يا جويس هو عايز مين؟ ثانية واحدة find to the nearest meter the distance between the body اللي هو الجسم اللي موجود والبيس تحت التاور يبقى أول حاجة عايزها مين؟ البي سي البي سي طيب إيه علاقة الـ A B والبي سي بالأنجل اللي معايا؟ tan tan برضو يبقى tan C opposite اللي هي A B over B C يبقى tan 3640 equal 152 وهنا يلا نجيب البي سي على مهلك قولي بس وانا احسبها قولي مين في مين على مين 1 times 152 على 10 152 times 1 ال 1 ملوش لازمة 10 36 40 اهو 152 تحت 10 36 40 equals 204.1 هو عايزها to the nearest meter يبقى 204 طيب هل خلص؟ لا ما خلص بص كده نطلع تاني find to the nearest meter the distance between the body and the base of the tower and find the distance between the body والطب بتاع الايه التاور يعني عايز دوت قدامك تجيبيها بايثاغوراس يا اما تجيبيها اوبوزيت وهايبوتنس زي ما هتقولي انا هشتغل هجيبها بايثاغوراس طبعا استسهلت بايثاغوراس يبقى الاي سي ده هايبوتنس يبقى square root ال AB power 2 اللي هو 152 power 2 plus 204 power 2 سو أنا شغال بقى بص كده هعمل ايه عشان تطلع إجابة مظبوطة root 152 power 2
plus the answer عشان ما اعملش approximation power 2 واحدة is equal تطلع كام 254.5 الفايف دي strong يبقى 255 ايوه ريني رفع ايد تفضل ميرسي يا جويس هو البادي فين اللي هو الواقف في الارض في الارض عند السي from the top of the tower 152 meter high the measure of the angle of depression of a body located يقع على ال horizontal level pass through the base of the tower نقطة C تقع على الخط الأفقي اللي بيمر بالبيز بتاع التاور طيب ليه بقى عملنا ان الobservation بتاعي من فوق عشان هو قال from the top of the tower من قمة تاور راجل شاف في الأرض جسم فرح عمل angle of depression ماشي يبقى كده بقى البادي فوق الراجل واقف فوق وشاف عمل depression لما بتعملي depression بتبص لتحت كلمة depression يعني بص لتحت elevation هي اللي بص لفوق والجسم يقع على الأرض راجل واقف يعني انت واقفة في البلكونة ولقيتي حاجة في الشارع بتبص عليها يبقى دي اسمها ايه depression تمام ماشي يبقى كده انا مش واقفة عند السي يا بنتي انت مش واقفة عند السي انا ما اهو عينك اهو اما انا رسم عين هنا اهو عين اهي عين هنا بيقول ان distance between the body and the top of the tower طب ما هو top of the tower ده اللي هو اللي انا واقف فيه عايز البعد ما بين الجسم وقمة التاور صح عايز الخط ده برافو ها عايزه ايه بقى انت انت اهو احنا واقفين انت اهو انت اهو انت اهو هو عايز بقى top of the tower distance ما بيني وما بين top of the tower ازاي لا هو ازاي distance ما بينك اما انت القمارة اللي بتقيسي ازاي distance إيه؟ ما بينك وانت واقفه فوق التاور جسم تاني على الارض انت واقفة فوق تاور وفحصت جسم على الارض عايز المسافة ما بين الجسم اللي على الارض وقعدة التاور والمسافة ما بين الجسم اللي على الارض وقمة التاور اللي انت اصلا واقفة فوقه مش انا يعني مش البني ادم روحي 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 اتصحي روحي اتصحي يلا شوفي الحقيقة يلا يلا يا مريم يلا يا مريم المنبه رن يلا يا مريم يا مدحت مريم يا مدحت راحت تتغدى النداء الأخير طيارة الدوحة الكائن مريم مدحت جيت A B C D is a trapezium A B parallel C D and A B twice C D يبقى أنا عندي trapezium في A B كبير وparallel C D اللي هو صغير تمام أدي A أدي B أدي C أدي D أوصل الكلام ده okay. مديني الـ A بـ 2.1 الـ B بـ 3.2 الـ C بـ 4.0 الـ D مطلوب خدي بالك A B parallel C D دي بتاعت أولى عددي وتانية عددي لكن أنا في أولى سنة ولما أجي أكتبها أكتب A B parallel مين عشان أشتغل فيكتور فلو انا قلت سي دي هطلع المساله غلط كده خلاص دي سي عشان يبقوا نفس الدايركشن اه طبعا طب ما يمكن يا مستر حاطط الدي سي هنا غلط هو كان قايل اي بي سي دي يبقى لازم الحروف تبقى كونسيكتيف لازم الاي يبقى وراها البي يبقى وراها السي يبقى وراها الدي يبقى الحته اللي بيقول لك عليها دي اوعى تلخبطها اي بي سي دي من غير فيكتورز يبقى هو ما قصدش اتجاه هو بيقول لك خطين بارل وخلاص لكن انا عشان في اولى ثانوي وهطلع حاجات من الفيكتورز لازم اقول له إن الـ AB بارل للـ DC طيب وفي نفس الوقت الـ AB equals twice DC مين قال؟ هو اللي بقول؟ طيب هو الـ AB ده عبارة عن إيه يا مريم؟ B minus A B minus A أنا معايا الـ B ومعايا الـ A والدي سي عبارة عن إيه؟ 2 C minus D C minus D تعالي نعوض الـ B أهي بكام؟ 3 و 2
3 و 2 minus 2 1 minus 2 1 equal to 2 C 4 و 0 4 و 0 ودي x y عشان ودي انا عايزها هسيبها ولا حتى هقول x y دلوقتي يلا نفك 3 minus 2 1 وهتبقى الثانيه 1 برضو 1 و 1 equals 8 و 0 0 minus 2 minus 2 دي دخلت 2 يا شباب تعال نجيب ال 2 دي وندخل 1 1 يبقى ال 2 دي جبتها ليه كده عشان تبقى بوزيتيف تمام الفيكتور على الدي بس equals 8 و 0 minus 1 1 2D equals 7 و negative 1 2D equals 7 اللي هي 8 minus 1 و negative 1 يبقى D 7 over 2 و negative half يبقى D 7 over 2 و negative half كويك تمام ألفريد طيب Determinant 3, 1, 1, 0 times matrix plus I equal the transpose. هات لي X times Y times Z. واحدة واحدة. نجيب الديترمينانت الأول. يلا. 3 times 0. 0 minus 2 minus 1 يبقى negative 1. يبقى هنا ده كله بنيجاتيف 1. هنعمله times X plus 2Y. ثانية واحدة ثانية. plus 2Y. ماشي أنا لخبط. هنا ده 2Y. 0 Z. 0 Z. هندخل النيجاتيف 1 بلس بلس ال1 دوت الاي دوت الاي ده اللي هو عباره عن ايه 1 0 0 1 1 ايكوال الترانسبوز 0 1 2 3 0 1 2 3 وتحتها 0 1 و2 طيب تعال ندخل النيجاتيف 1 على الديترمينانت ديت نيجاتيف اكس ونيجاتيف 2 واي و0 ونيجاتيف زد plus 1 و0 و0 1 equals 3 و1 و0 و2 لحد دلوقتي لسه محدش طلعها في الشات هنجمع اللي فوق مع بعض نيجاتيف 1 ونيجاتيف اكس و1 1 minus x او نيجاتيف x plus 1 ما توسع على حل عايز اكتبها ازاي اخلص نيجاتيف x plus 1 تمام ونيجاتيف 2 y plus 0 بنيجاتيف 2 و0 ونيجاتيف z plus 1 ونيجاتيف زد بلس 1 كلام ده يا باشا 3 و 0 و 1 و 2 3 و 1 و 0 و 2 نيجاتيف اكس بلس 1 ايكوال 3 يبقى نيجاتيف اكس بلس 1 ايكوال 3 يبقى نيجاتيف اكس يبقى نيجاتيف اكس ب 2 يبقى اكس ب 2 يبقى نيجاتيف 2 بنيجاتيف 2 بايوس نيجاتيف 2 واي ايكوال 1 يبقى واي ايكوال نيجاتيف 1 بايوس نيجاتيف زد بلس 1 ايكوال 2 يعني نيجاتيف زد ايكوال 1 يعني زد ايكوال نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف اكس تايمز واي تايمز زد اللي هو عايز يعني نيجاتيف 2 نيجاتيف هاف نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 تطلع بنيجاتيف 1 زي ما الناس مطلعين اللي هي ساندي وكايل ومريم تمام مونيكا ونادين تمام اوكي ماشي كويسين تعال نشوف سؤال كمان عايز اقول ملحوظه لما يبقى عايز بولار فورم وفيها اي بس او جي بس خدوا بالكم لو اي بس تبقى يمين لو نيجاتيف اي بس تبقى شمال لو اي بس تبقى الانجل بكام بزيرو لو نيجاتيف اي بس تبقى الانجل بكام ب 180 طب بالجي جي على الواي لو جي بوزيتيف يبقى الانجل ب 90 لو الجي نيجاتيف يبقى الانجل 270 هو الراجل بيقول لك الاي نيجاتيف 3 جي طيب مبدئيا كده عشان اجيب البولر بحتاج اجيب الماجنيتيود والماجنيتيود النورم بيشيل النيجاتيف يبقى 3 طب نيجاتيف 3 جي يعني في اتجاه الواي اكسس نيجاتيف اللي هي 270 فجبتها على طول
امال امتى بقى بحتاج اجيب النورم والانجل وتان سيتا لما يبقى فيها اي وجي؟ لكن طول ما فيها اي بس وجي بس النورم دايما تاخد الرقم بوزيتيف والاي بوزيتيف يمين الاي نيجاتيف شمال، الجي بوزيتيف فوق الجي نيجاتيف ايه تحت، كله في البولر يا مستر. حول للبولر اللي هي تبقى 3 وديت هتبقى 3 باي اوفر 2. طيب حلوه خالص السؤال دوت، ما فيهوش اي مشكله بس شكله جديد يعني. طيب تعالى كده نشوف بابلي يوسف. تمام بيقول لك يا بابلي ان الاي بارل للبي، عايزين نطلع السلوب بتاع الاي ونطلع السلوب بتاع البي ونساويهم ببعض. يلا عايزين نقول ان ام1 بتساوي ام2 السلوب واي على اكس او جي على اي. يلا واي على اكس هنا 3 على 2، واي على اكس هنا 1 على كي ماينس 1. تمام يلا مقص، يبقى الكي ماينس 1 على طول مين في مين على مين؟ 1 تايم 2 على 3. 1 تايمز 2 ب 2 على 3. انا عايز اجيب الكي بس اعمل ايه؟ كي ايكوال 2 اوفر 3 بلس 1. يبقى الكي 2 اوفر 3 بلس 1 اللي هي استنى مش فاكر 5 اوفر 3. تمام شوف سؤال تاني. يلا ماريال. اوكي 3.4 و2.1 عايزين الريشيو اللي بيقسم بيها الاكس اكسس الاي بي ونبين نوع الديفيجن. سؤال مكرر كتير جدا. ها طبعا هو هنا اي بي يعني بدايه من عند ايه، يبقى اي 1 هي الاي تمام وار 2 رايح لبي اللي هي 2 1، ونقطة التقسيم موجودة على الإكس أكسس تبقى يعني إكس أكس وزيرو. يلا مالي قانون التقسيم كده؟ R equal R1 M1 M1 R1 plus M2 R2 over M1 plus M2. تمام R اللي هي إكس وزيرو equals M1 و 3 و 4. ركزوا يا جماعه السؤال لما يتعاد يبقى مهم، بلس M2 لما يجي في كل الامتحانات يبقى ده لازم هيجي زيه. M2 2 1 وبعدين M1 بلس M2 ادي X و 0 هدخلهم جوه تبقى 3 و M1 يبقى 3 M1 4 M1 كما 4 M1 بلس 2 M2 2 M2 و M2 و M2 over M1 plus M2 M1 plus M2 ادي X و 0 نجمع الإكسات ونجمع الوايات. اوكي هتبقى 3 M1 و 2 M2 plus 2 M2 plus 2 M2 يعني كما وكما 4M1 plus M2 over M1 plus M2 بعدين هتبقى M1 3M1 plus 2M2 over M1 plus M2 و 4M1 plus M2 over M1 plus M2 4M1 plus M2 over M1 plus M2 equal 0 4M1 plus M2 equal 0 يبقى 4M1 plus 1M2 equal 0 4M1 equal negative M2 negative 1M2 بكتب ال1 عشان ما تبقاش انت ايه متلخبط دايما لما يقول لك هات الريشيو فانت بتجيب دايما M2 على M1. اوكي M2 over M1 equal negative 4 تبقى 4 على negative 1 حط النيجاتيف في النص يبقى الريشيو 4 to 1 externally. تمام تمام النيجاتيف دي بس بتبين نوع الايه الديفيجن ما بحطهاش مع ولا رقم.
هو division 4 to 1 external. تمام. شوف سؤال كمان. عربنا. فضل لنا خمس أسئلة. تعال نشوف. إيلين. أيوة. معايا AB ومعايا BC وعايز النورم of AC. يبقى لازم أجيب AC الأول. إيه علاقة الـ AB والـ BC بالـ AC؟ إيه علاقة الـ AB والـ BC بـ الـ AC؟ الـ AB بلس الـ BC إيكوال AC؟ الـ AB بلس الـ BC تديني الـ AC. لازم يبقى في علاقة بين المدوني والمطلوب. الـ AB بكام؟ بنيجاتيف 3 و 2. والـ BC بكام؟ بزيرو تو equals AC. يبقى الـ AC بنيجاتيف 3 و 4. عايزين بقى نجيب النورم بـ 5 square root x square plus y square تطلع ب 5 على طول. تمام. سكويك. مونيكا. يا مستر. نورم 2 ka equal norm negative 2a. يبقى كيب كام؟ 2ka جوه النورم equals negative 2a جوه النورم. النورم بيعمل ايه في الكونستنت؟ طلعه على شكل ايه؟ بيكنسل النيجاتيف. بيطلعه ايه؟ طلعه جوه ايه؟ طلعه جوه ابسولوت. اي حاجه بتطلع بابسولوت. يبقى 2 عشان لو تعطيها بوزيتيف بس هتبقى غلط. يبقى 2 وk ونورم ايه؟ وهنا ابسولوت نيجاتيف 2 وايه؟ تمام. يعني 2k equal 2 و2k equal نيجاتيف 2. ال a تطير مع ال a. ده 2 وده نورم او ابسولوت k وده رقم فيطلع ب 2. امشي ال 2 الناحيه الثانيه يا مونيكا. يبقى ب 1. يبقى الاجابه بوزيتيف نيجاتيف 1. انت طول ما انت هتطلعي كي بره من الاول من غير دوت هتطلعي اجابه واحده دايما. طول ما انا قايل من الاول كنت هعملها على مرتين. يعني هعمل 2k equal 2 و2k equal negative 1. طب وليه؟ ليه؟ ما هو النورم equal 1 يبقى الk equal positive negative 1. الابسولوت equal 1 يبقى الk على طول positive. انا قايل من زمان يا جماعه ان الرقم اللي جوه النورم يطلع positive. السيمبل لو في سيمبل جوه النورم دي حته مهمه. السيمبل اللي جوه النورم يطلع بابسولوت. ليه هيطلع بابسولوت؟ عشان ياخد قيمتين. يبقى اي سيمبل وانا مغمض عينيا دي 2 ودي هتطلع ب 2 ودي ايه ودي هتطلع بايه فكله هيطير. يبقى كي اللي هتتفضل. يبقى دي نورم سوري ابسولوت كي ايكوالز 1. ابسولوت كي ايكوال 1 يبقى كي نفسها بوزيتيف نيجاتيف 1 على طول. تمام. الحته دي يعني بتبقى يعني مهمه بس بتبقى دايما منسيه لانها بين السطور في المنهج. طيب سؤال كمان. كارل ناصر. B و C و A و A lies inside the distance between B و C. Find the coordinate. Find the coordinate of A. قولي لي فكرة مسألة ايه اصلا. هو ده الـ point of division. تمام. وبعدين فهنرسم لاين اللي هو البي سي والاي هتبقى يعني 1 2 3 من البي سي. 1 2 3 صح كده؟ لا يعني 3 دي مكانها 2 يعني. هي دي الفكره. لا ثانيه واحده هتبقى 3 عشان ثانيه هتبقى خوف يعني. خلاص 3 صح. او تعرف غالبا 2
اول ما تجمعي وتستقري على رأي قولي تاخدي الفستان الاورنج ولا البلوزه الخضراء؟ تو خلاص اخر كلام تو. امال ايه السيرد ديت؟ ما هي يعني مش عارفه انا بعملها بقسمهم ثلاثة فهي هتبقى في الاول في 1 في الاول فهتبقى في 2 يعني 2 ديستانس بعديها هتبقى 1. طب ده بعد شويه الكلام انت قلتي ده انا نسيت التدريس كانوا بيدرسوها ازاي اصلا. يعني انا بقسم اللاين ثلاثة فبحط الايه في اول واحده بيبقى باقي 2. ماشي. هو بيقول لي ايه تقع في تلت المسافه ما بين بي وسي؟ يبقى الـ A تقع في تلت المسافة ما بين B و C. يبقى ديت زي ما هي بتحاول تقول تبقى دي 2. تمام؟ لأن الـ 1 over 3 من اللاين كله، تلت اللاين كله. بس هي مش عارفة تفسر الكلام كده. كل العيال البقر يروحوا عاملين 1 to 3 ويشتغلوا كده ويطلعوا الأنسر غلط. يقول لي يا مستر أنا كل ما أجي أحل المسألة ديت تطلع غلط. أقول له يا ابني وريني، ألاقي أعمل ريشيو كذا كذا. طيب. ركزي بقى معايا. احنا عشان نجيب point of division محتاجين نجيب r. ده كده المجهول اللي هو الاربع اختيارات دول. انت هتبتدي division من عند b، يبقى b هو r1 صح؟ ما تردي عليا. ايوه صح، يعني تبقى 0 3. طيب و r2 هو 3 0 اللي هي c اللي هي 3 0. فاضل الريشيو، الريشيو a وإيكوال كام؟ هل أخيرك BA over BC ولا CA over AB ولا BA over AC ولا CB over BA؟ حبي تختاري إيه يا حبيبتي من الكلام ده كله؟ لما المدرس يحب يعجز الطالب. مستر انا تهت من حضرتك خالص يعني. ما فيش مشكلة. استنى بس اخلص معايا وبعد كده اجمع لك السكة دي. انا بقول انا عايز عشان اجيب الريشيو محتاج ام بي اي على اي سي. ليه؟ هو لازم الاي تبقى موجودة في الاثنين. برافو. هو بدأ من عند بي. برافو 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 برافو. ايوة كده. علشان تجيب الريشيو بتاع الديفيجن لازم الاي تبقى موجوده في الاثنين، وانت قررت ان انت تاخد تبتدي من عند البي، فيبقى انا هبتدي من عند البي اي واروح للايه للسي اي. فكده هو البي اي اللي هي قطعه واحده والسي اي اللي هي قطعتين هي دي ام 2 تو ام 1. فيما عدا ذلك المساله بقت ايه؟ تعويض مباشر في القانون، وانا هكملها لوحدي. تمام، هي كده جابت الفكره. نقول تاني عشان خاطر بافلي مش فاهم. هو بيقول لي هات نقطة A التي تقع في تلت المسافة ما بين ال B وال C. يبقى ما بين ال B وال C دول ثلاث قطع يا بابلي، 3 parts. ال A واخدة قطعة منهم، third منهم 1 to 3. طب لو دي خدت جزء وهم كلهم ثلاثة يبقى تفضل كام؟ 2. القصة كلها إن الناس بتتلخبط، هو هيكمل إزاي؟ يستعمل ريشيو إزاي؟ القانون عندك بتاع التقسيم بنبقى كلنا حافظينه يا بابلي، كل مصر حافظاه ومكتوب في الورقه بتاعت القوانين M1 R1 + M2 R2 على M1 + M2. بس المصيبه فين R1 وفين R2 وفين M1 و M2؟ ده السؤال. R1 و R2 هي النقطه اللي بادي من عندها التقسيم ورايح ليها التقسيم، ف R1 هي B نقطه بدايه التقسيم و R2 هي مين؟ C. في جميع مسائل الدرس دوت دايما الريشيو M2 على M1. مين M2؟ من النقطة الأولانية لحد نقطة التقسيم، يبقى M2 هي من B لحد الـ A. طب و M1 من C لحد الـ A. يبقى ده كده M2 وده كده M1. فيما عدا ذلك يا بابلي هنعوض تعويض مباشر. بص كده حبيبي، M1 هنشيلها نحط 2، I1 هنشيلها نحط 0 و 3، M2 هنشيلها نحط 1، R2 هنشيلها نحط 3 و0، وتحت الاثنين دول بلس بعض. هندخل ده على البراكت، بقت 0 و6 و3 و0 over 3. نجمع الاكسات
نجمع الوايات divide 3 يبقى ال point of division 1 و 2 يا بافلي اللي احنا نختار كلنا letter A. فهمت يا بافلي؟ نعم يا مستر. تمام. ناخد سؤال قبل أخير. By using multiplicative inverse of matrix or by using Cramer rule بأي طريقة من الاثنين solve the two equations. بالمناسبة لو دي جات لك في الامتحان ولا تستعمل Cramer ولا تستعمل multiplicative inverse ولا تستعمل ايه؟ مود equation 1 الأمات بتاع الكالكوليت وأقول له 1 و 1 الامتحان تشوز أصلا 1 و 1 و 3 و 1 و negative 1 و 5 أنا عايز أخلص المسألة عشان أنتبه لبقية المسائل في الامتحان فال x before وال y بنيجاتيف 1 يبقى الإجابة 4 ونيجاتيف 1 ده لو جات لك في الامتحان كده تشوز على طول بس أنا عايز أراجع مع حد يقول لي كرامر بتتحل إزاي مين يحب يحل ماريا مثلا مين ما حلش بقاله فترة نادين عايزة تحل يلا نادين تمام الكرامر رول كانت بتقول إن الدلتا هنجيب الدلتا الأول equal a اللي هي 1 و 1 و negative 1 أول حاجة بجيب الدلتا اللي هو الأرقام اللازقة في الإكس و واي 1 times negative 1 بنيجاتيف 1 1 times negative 1 ب 1 وفي في النص نيجاتيف فبقت نيجاتيف 2 بعد كده أجيب دلتا إكس دلتا إكس إيكوال العمود بتاع إكس وأحط 3 و 5 3 و 5 و 1 و negative 1 تبقى نيجاتيف 3 ماينس 5 ده ماينس ده بنيجاتيف 8 بعد كده اجيب الدلتا واي دلتا اشيل equal. العمود بتاع الواي واحط 3 و 5 يبقى ركزوا على المقام بتاعتكم و 3 و 5 فهتبقى كده 5 ماينس 3 ب 2 حلو اجيب الاكس الاكس ايكوال دلتا اكس على دلتا دلتا اكس على دلتا 2 بنيجاتيف 1 بنيجاتيف 8 على 2 لا نيجاتيف 8 اوفر نيجاتيف 2 4 نيجاتيف 2 4 تمام اجيب الواي والواي بالدلتا واي على دلتا اللي هي ب 2 على نيجاتيف 2 بنيجاتيف 1 بيبقى 4 ونيجاتيف 1 10 طيب سؤال كمان بيقول لي يا ماريا يا أكرم A B C D is a parallelogram أدي parallelogram أيوة اسمه A B C D أو أدي A أدي B أدي C أدي D E is a midpoint of B C E نقطة تقع في المنتصف prove that أو هاتي AB plus AD plus DC ومدينا في الاختيارات من ضمنهم 2 AE تعالي كده نحاول نوصل من AB plus AD plus DC نشوف هتوصل إلى إيه يلا AB حلنا زيها في الملزمة دي لو أنت مذكر الملزمة هتلاقي المسألة دي كانت موجودة في الشيت نفسه AB plus AD يعني كانت موجودة أنا فاكرة دي عدت علي AB ثانية واحدة معاكي وقتك AB plus AD plus DC يعجبك اوكي هو AB plus ثانية واحدة هو مش الباراليلوجرام كان ليه رول تقريبا تقريبا ليه رول امتحان بعد بكرة ثانية واحدة ماشي هو مش المفروض ان ال AB plus ال AD تدينا ال AC؟ أيوة ال AB وال AD لما يبقوا طالعين من نفس نقطة يديني diagonal فالاتنين دول مع بعض هيديني AC diagonal plus DC أو AC plus DC هل ال AC وال DC طالعين من نفس النقطة أو consecutive؟ ولا طالعين من نفس نقطة ولا كونسيكتيف لكن ممكن أشيل الدي سي وحط مكانها حاجة إكويفلنت ليها نفس المقدار ونفس الاتجاه إيه اللي زي الدي سي
ال AB. حلو خالص. طيب لو انا جيت بلون مختلف وقلت لك عايزين AB و A و AC بلس بعض طالعين من نفس النقطة يديك 2 ال A. يديني 2 ال AE. 2 ال AE وصل. دي تاتو ترينك. تاني يبقى القاعدة في البايلوجرام 2 ورا بعض يديني دياجونال. القاعدة في الترانجل الاثنين ورا بعض يديني اتنين الايه؟ اتنين الميديان. هو طبق القاعدتين مع بعض. وطبعا كنا واخدين حل تاني ان احنا كنا ممكن ناخد الاي دي والدي سي الاول فيديني كان يديني اي سي على طول. كنت هاخد الاتنين دول الاول فاي دي ودي سي كان اداني اي سي. بقى معاكي اي بي واي سي فكان اداك اتنين الميديان على طول وكانت تبقى دي اسهل واسرع. والمسألة دي موجودة عندكم في الدرس دوت في الشيت. تمام؟ من فضلكم حد قبل حصة ليلة الامتحان أرجوكم لو سمحتم اتفرجوا على كل الامتحانات اللي احنا حليناها. حلينا مع بعض 6 امتحانات موديل 1 و 2 والقاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية بتوع أول دفعة من دفعات التابلت. الامتحان صدقني صدقني لو انتم مذاكرين دوت مهما كانت مدرستك ايه هي مهما كان حاطط الامتحان شكله ايه هتلاقي على الأقل من 10 أسئلة يعني 7-8 متكررين انت شفتهم قبل كده. ده على الاقل ما لقيتش 10. تمام. طب مستر. نعم. هو احنا ورقه المفاهيم دي ممكن نزود عليها حاجات من عندنا؟ ينفع تزود عليها حاجات من عندك. الوزير قال كده. طب حضرتك لما حطيتها زودت عليها حاجات ولا هي بتاعت الوزاره؟ وابقى شوف شوف انت ناقصك ايه. تمام. اللي انت ناقصه حط بس ما تحط ما تعملهاش برشامه يعني. يعني حط القوانين ما تحطش مسائل محلوله يعني عشان ما حدش يضايقك يعني. اوكي تمام. ان شاء الله ميعادنا يوم الاثنين الحصه الاخيره هتبقى زي ما انا قلت لكم هتبقى الساعه 1. تمام. برضو هبعت لكم اللينك كده هتبقى مش عارف 1:30 هبص تاني عندي انا كاتب ايه. والامتحان في بعض المدارس هيتحط من المدرسه سحاره هنحطه احنا في المدرسه. بقيه المدارس في مدارس اللي هتحطه وفي ادارات اللي هتحطه لكن سحارة المدرسة اللي هتحطه معنى ان المدرسة اللي هتحطه ان الامتحان هيجي شوية مش سهل هيجي شوية محتاج مذاكرة. خلاص يلا حلو كتير لحد اشوفكم يوم الاثنين وربنا معاكم. يلا باي باي.